سيد رئيس، سيد كاتب العام، السادة والسيدة أعضاء المجلس، حضور الكريم. مع الأسف أن الاستدعاء الحضور الاجتماعي ديال اليوم توصلت بها أنا شخصيا البارح في العشية. البارح توصلت بها العشية باش نجي نحضر الاجتماع ديال اليوم. بمعنى واش من المعقول واحد يتوصل باستدعاء آخر يوم ويجي يحضر اجتماع ما عندناش برامج، ما عندناش أمور، ما عندناش شيء؟ هذا من جهة. من جهة أخرى السيد الرئيس أنه احترام لكم كنوه لك. ماشي أنا، ماشي غير أنا. متبادل مع واحد عد كافة أعضاء المجلس. موظفين معك ما عطينوش ديك القيمة الحقيقية ديالو. التقدير والاحترام. في المجلس السابق في الدورة السابقة خدينا قرار هنا. وتم الاتفاق بحضور السيد الكاتب العام على أساس تعطاه لائحة ديال أعضاء المجلس اللي يتم امتثال ديالهم في العملات لتتبع عملية أوراش جوج، يعني ملفات وبعث فيها. مع الأسف هادشي ما داش. وفي نفس اليوم ملي خرج من القاعة اتصل بالمسؤول قلت ليه واش جبتوا هذيك لاليست؟ قال لي أنا ما في خباريش. نقول لك باش نكمل وتحملوك انت سيد رئيس المسؤوليه، قالك ما وقعتهاش. شنو قال لك انت المسؤوليه؟ لا غير باش نكمل. خلينا نكمل تفضل. تيقول لك انت ما عطوك اللائحه ولا المراسله وما وقعتهاش. ماشي معقول. وكاين استحمار ديال اعضاء المجلس. والله الا استحمار ديال اعضاء المجلس. لا هذه اللي ما كاينش. لا كاين استحمار ديال المسؤوليه. وتنقول شكون؟ قول لي شكون؟ قول من الاداره اللي عندك. قول لي شكون في الاداره؟ من كلهم؟ قول لي ديالهم. واحد السيده وحده كيهضر. اسمح لي. ما تشخصوش، ما تشخصوش. واش بغيتي تشخص ولا نشخصو؟ لا مزيان، دابا صافي عطيتينا واحد السيد صافي. ما تقولو تيقول لك شوفوا الرئيس. إلا كنتي أنت السيد الرئيس، أنا تنقول لك بداية. أنا تنعاود نأكد لي قول لهم. أنا في البداية تنقول لك. أنا غالبا شي وزير الظهر أنه يخبي شي واقعة ولا شي وثيقة. السيد الرئيس أنا قلت لك في البداية كنكون بكل احترام والتقدير، ماشي أنا. متبادل مع الجميع. وهذا هو اللي خلى العامين. غادي معاك هادشي، ولكن ما تحسوش انه هادشي راه متبادل. والطاقه اللي معاك اللي كيسير معاك من الموظفين يحملوا لك المسؤوليه. هادو ماشي جوج حوايج خصهم يكونوا، انا نبدلو ولا نبدلو؟ لا بقينا نتبدلو حنا كلنا، مشيتي انت حنا كلنا نجيو. نتبدلو حنا كاملين نجيبو شي مجلس ربما انه هو هذا. شتي منو غيكون خير. شكرا. ندير الخير شحال من الناس. اولا ملي كنبداو دوره هنايا وماشي دوره استثنائيه، ما كاينش حتى داك الموضوع ديال دوره. حنايا كنبركو هنايا بحال ما عارفينش شنو كاين. حتى الصحافه ما عارفينش الدوره واش ديال مجلس المدينه ولا ديال مجلس العمل ولا بين الحاجه بين مجلس العمل بين مجلس العمل لا ولكن الاداره قال لنا راه منفصل وحده اللي لا ولكن دابا راه كاين التقاء ديال الجمعيات بواحد الطريقه اللي حنا ولاد المنطقه وداك الشيء راه ما كانش كيدير التتبع دابا بعد الانتقاء من الاولى من خيمه خرج ما يلعب تاني.
حنا نتسناو راه يطيح في الصحه طيب صافي ان شاء الله تفضل السي سوس السيد الرئيس وعد احمد الشافعي هذا الفطارين عمرني ما خطط النظام ولكن حتمت اليوم باش ناخذ علاش حفاظا على روح تماسك الاغلبيه اليوم غادي ناخذ كلمه مقتضى باش يكون الاحترام اللي عطي القوه لهذا المجلس هما هذا الاخوان هذا ماشي المكتب اعضاء المكتب ولا الرئيس وحده الاخوان المستشارين هما تيعطيو الاستمراريه والقوه للمكتب ولا كنا حافظنا على التماسك تاعو والروح تاعو امام هذا المكتب وغادي في واحد الامام دائما في واحد الروح تاع التماسك هذا ما يعني بانه ماشي حنا ضعاف ولا نتقصاو دائما كاين اقصاء السيد الرئيس الا ما كناش غنقولوها كاين اقصاء كنقولوش من طرف واحد ولا جوج ولكن كاين اقصاء ربما في التسيير اداره المجلس المكتب المهم كاين اقصاء لينا متعمد ما نقولش غير متعمد متعمد السيد الرئيس الا كيبقاو دابا باش نزيد نكمل السيد الرئيس على ما قال الاخ يعني ما نقول كاين ما كاينش الوقت رسالتكم الولايات الداخليه باش يكون ولكن اثنين الا كان احترام لينا ما غاديش نلوم انا اعضاء المكتب نلوم الفريق تاعنا حنا كان ثلاث خاصو يجمعنا كاحرار ويقول لينا لا بقاو استمر روح التماسك تاع الاغلبيه كان خاصو يعطينا قيمه ويجمعنا ويقول لنا شكون ها اللي كاين انا باغي نترشح مرحبا تعال سيدي علاش وتما غادي نقولوا عندنا ماشي حنا حتى الليل البارح في الليل وحده الليل حتى خد قرار انا بالترشح في وحده الليل تيتصل بيا الاخ غادي يجاوب باغي ترشح في المكتب قال لي ها تنتفاجئ بان اعضاء المكتب هما اللي مرشحين ما عنديش مشكل هذا ما تنصغرش منه ما عندي غير هو نكونوا انا تنهضر على الفريق تاعي خاصني نتعلم ونبرك ونناقش باش نجي لهذا المجلس مع الحلفاء اللي لا ذنب لهم ما عندهم حتى ذنب في هذا الشيء باش ناخذ قرار تاعي وانا مقتنع به سواء انا كان هذا كان هذا اليوم قررت باش ترشح علاش باش نقول باننا حنا كاينين وعلاش غنسحب الترشح تاعي احتراما لتماسك الاغلبيه واستمراريه تاعي نقول لكم وهذا ما غاديش يدو دكا لان انا بدا هنا غادي يبقى غادي ما غاديش يسالي الا لما قداش لي واحد حد ما غاديش يسالي الا كنا تنحتارمو تنجي ونضبطو في الليجان في العماله في كلشي نخدمو هذا لصالح تاع المجلس وتاع الاستمراريه وما يتاثرش في المدينه ما بغيناش شي حاجه تكون هنا وتبدا تاثر في المدينه لان عارفينا دونك هنا الله يخليكم ما تخليوناش ناخذوا شي قرارات ولا شي مواقف اللي غادي يكون عندها واحد العواقب على كازا وحنا غندخلوا لواحد العهد جديد حنا راه ماشي عهد جديد في كازا كاينه ما تخليوهاش تجي منا سينو حنا راه ورانا ساكنه هي اللي انتخباتنا ما دارنا حتى شي واحد عاد بدي يقول لك هنا حق جا هذا مفتو توبا هنا حط هذا ضيم هذا تنعرفوها ضامه احبس هذاك الشيء عملت عين السبع مقاطعه عين السبع تندافعوا عليها خاصه تيتاخذ الناصب تاعها سواء من العماله من المدينه حنا تنعرفوا المعارضه لها ما عندنا والو ولكن حنا عندنا هنا تندافعوا خاصنا ناخذوا حقنا ومن اليوم غادي نبداو نقولوا اي حاجه حقنا والسيد الرئيس هنا السيد الرئيس المكتب ماشي هو تيهضر عين ماشي المكتب الاخوان احرار عندهم فارق الا كان القرار خدام المكتب ماشي النواب اللي تيدي السيديو لينا اللي كاينين تاع الاعضاء تنحتارهم ماشي هما كاين فارق اللي غادي يقرر في هذاك الشيء ويتخبر باي حاجه لان حنا كفريق متماسك باش نعرفوا رسنا علاش غنجيو نصوتوا علاش غنجيو ندافعوا علاش غنعارضوا هذا هو الميساج اللي تنقوله دابا تنعلن احتراما لكم وللاخوان غادي نعلن الانسحاب تاعي من الترشح قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.